أهلا بيكم مشاهدينا الكرام. المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث نبوي يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أساس الرسالة إتمام مكارم الأخلاق. الشاعر بيقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، اللي ما لهمش دين وما لهمش ملة في الدول العلمانية وغيرهم وغيرهم وغيرها من الدول ديت، أساس التعاملات الأخلاق، ولما بيحسن مستوى الأخلاقي بتحسن حالة الدولة جميعها ويرتقي هذا المجتمع. يعني في دول كتير جدا ليس لها دين، هذه دول راقية لأنها احتفظت بالحد الأدنى وحد الحد الأدنى من الأخلاق مستوى عالي، بينما الكثير من الدول وللأسف اللي عندها دين لم تحتفظ بهذا الحد الأدنى، ولذلك إلى مستواها تدهور إلى حد كبير. وبالتالي احنا في مرحلة من مراحل بناء المجتمع، بناء مصر الجديدة، بناء مصر المستقبل، بناء مستقبل لينا كمصريين، فلا بد ان احنا نركز تماما على العمود الرئيسي اللي ممكن نبني عليه اي تنمية، وهي تنمية الأخلاقية والأخلاقيات قبل اي شيء. فوق الأخلاقيات نستطيع ان نبني اي شيء لصالح البلد ولصالحنا احنا كشعب. فهي دعوة دينية، دعوة عقلانية في آن واحد. يشهد أن يكون معنا في هذا اللقاء الحديث حول هذا الأمر الدكتور غريب سليم، وهو دكتوراه في إدارة الأعمال وداعية إسلامي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بكم ومرحبا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. في البداية أول ما قابلت الدكتور غريب سألته: أنت تبع أي طيار، سلفي ولا إخواني؟ فقال لي: أنا لا أميل إلى أحد من الطيارين، أنا مش تبع أي حد من الطيارين دولت، ولا أعمل في السياسة تماما، ولا أرغب أن أعمل في السياسة، ولكن هو يرغب أن يكون المسمى أو الوصف هو الداعية الإسلامي، بس عشان خاطر اللحية وأي واحد يسأل السؤال ده فإحنا بنجاوب عليه. هو لا سلفي ولا إخواني، ولكن راجل بيدعو إلى الدين الإسلامي. نجد التحية بك. دكتور غريب، إيه اللي حصل؟ وش في مصر بس، في مصر والعالم الإسلامي ودول العربية تحديدا، نقول انخفاض، مش عايزين نقول أقل من انخفاض، هو في أقل من كده تعبير، ولكن انخفاض مستوى الأخلاقي ليه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه وآله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أول، بالنسبة لقضية الأخلاق، هي قضية إقامة أمة، وليست إقامة دين في البداية، ولكن إقامة أي أمة من الأمم لابد أن تكون على الدين وعلى الأخلاق. فالدين تعتبر الأخلاق هي فرع منه وهي الأساس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أو لما تحدث عن برسالته قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ده المعنى اللي عايزين ندور حوالين منه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لكي يعلم الناس الصلاة ويعلمهم الزكاة ويعلمهم الحج ويعلمهم الصيام ويعلمهم جميع شعائر الإسلام، ولكن لما أراد أن يبين هذه الرسالة قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وده النهاردة اللي بنتكلم عنه. حضرتك بتسأل ليه وصلنا إلى درجة من التدني، نقولها كده بكل صراحة وليست انخفاض، هي وصلنا إلى درجة من التدني الأخلاقي، التدني في المعاملات، التدني في الأخلاقيات في جميع مناحي الحياة، لأن الأخلاقيات بتخش في سياسة، بتخش في اقتصاد، بتخش في ثقافة، بتخش حتى في رياضة، يقول لك الأخلاقيات الرياضية. فنجد بأن الأخلاقيات معنى كبير جدا جدا الناس نسيته، يعني بأن الشريعة الإسلامية الله تبارك وتعالى حينما أرسل كل نبي من الأنبياء، تجد أن النبي الذي جاء لكي يصحح في المجتمع مستوى أخلاقي، أو أنه يصحح في المجتمع شيء أخلاقي. النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، في بداية إقامة دولته من نجع بالحياة المكية، الحياة المكية كانت حياة تمحيص، حياة فيها شدة، حياة كانت فيها بداية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن الحياة المدنية هي التي أقامت الدولة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم سار له رجال وأصحاب، المدنية جاية من المدينة المنورة، المدينة المنورة في الحياة المدنية، أنا أقصد بها المدينة المنورة يسرب، لأن احنا عندنا حياة مكية وحياة مدنية. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة إلى يسرب، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم دولته، إذا به كان له رجال
وصار له جيش وصارت له حدود وصارت له معاهدات وصارت له اتفاقيات، بس النبي عليه الصلاة والسلام كيف أقام هذه الدولة؟ بعض الناس بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام عقد المعاهدات الأول مع اليهود. لا، تعال نشوف بالترتيب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل إلى المدينة إذا به صلى الله عليه وسلم أنشأ المسجد، وهذا المسجد رب فيه الرجال عشان يبقى واخدين بالنا. وربنا سبحانه وتعالى قال إيه في المساجد؟ في بيوت أذن الله ترفع ويذكر في اسم يسبح فيها بالغدو والأصل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خرج من هنا الشباب، خرج من هنا القادة، خرج من هنا سفراء أمة الإسلام من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه انطلق هؤلاء جميعا، منهم سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه ورضاه الذي صار أول سفير للإسلام. لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الألوية للقادة عقدها في المسجد، اختار النبي صلى الله عليه وسلم القادة الموجودين من حوله منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يختارهم على أساس عرقي أو على حتى أساس مذهبي، لأن لم تكن هناك مذاهب يومها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختارهم على أساس عرقي اللي هو القبلي اللي احنا بنقول عليه النهاردة في النواحي السياسية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار كل واحد يوم وقد وكله إلى إيمانه، لأن الأمة كلها أصبح فيها رجال، الأمة كلها أصبح فيها من يستطيع أن يتحمل أي أمر من أمور الدولة الإسلامية ويستطيع أن يكون قائدا قبل أن يكون فرد. وفي نفس الوقت القائد إذا تولى القيادة لم تأخذه الشهوة ولا عزة العزة بالإثم ولا أنه كان يتسلط على غيره، بل كان يعتبر نفسه في نفس الوقت فردا من الأمة وليس قائدا. يبقى كان القيادة للإدارة. يعني شيء بشيء يذكر علشان بس نربط الأحداث بينها وبين بعض. رجل الوقت أشارت إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في نشأته وتكوينه للدولة الإسلامية واختيار الزعامات والقيادات ليس على أساس عرقي، نعم، أساس قبائلي، وده كان محور نقاش. أنا بس عايز أربطه من نعم. الأحداث اتفضل. الحالية كان الأحزاب، كانت الأحزاب بتطالب بمقاعد في الحكومة ولا آخره، وهذا يمثل أو يكافئ النظام العرقي أو النظام القبائلي. أنا حزبي يبقى لي عدد حقائق وزارية، بينما الاختيار الأمثل للأكفأ، نعم، للأفضل، وهذا هو بناء الدولة وليس للعددية وليس للقبلية. هو ده اللي احنا بقى بنقوله، ان النهاردة لابد ان تكون هناك الخبرات، ان تكون هناك سابقة الأعمال اللي احنا بنقوله. النهاردة اي واحد بيقدم في اي مشروع بيكون لي سابقة أعمال، طب انا فين سابقة أعمال التي تؤهلني للوصول الى منصب سوف اتولى فيه امر أمة، وسوف تخرج مني قرارات وسوف تصدر مني بعض التعليمات عشان ادير هذه المؤسسة اللي أنا هادرها. ولكن ما نتحدث فيه كناحية قبلية، إذا كانت السياسة النهاردة بتكلم من ناحية الديمقراطية، أنا أتكلم من الشورى الإسلامية. ولذلك يعني الدكتور محمد مرسي لما دعا إلى مشروع النهضة، هذه النهضة كيف تستغل ثروات الدولة وكيف يدير مؤسسات الدولة؟ أقول بأن مؤسسات الدولة لن تقام إلا على رجال. ولذلك أنا دايما بدعو في أكثر من لقاء وفي أكثر من مكان وفي أكثر من مجمع من المجامع، أقول بأن النهضة التي نريدها نريد نهضة أخلاقية، تمام، وهي تكون موازية. دكتور غريب، في نفس الوقت أنا بقف مع حضرتك. اتفضل. كلمة النهضة تقام على أكتاف الرجال، نعم. الرجل ده صفة، نعم، وليس نوع. النوع هو ذكر وأنثى، نعم. الرجولة من الممكن أن تكون أنثى وراجل، لأنها نعم. صفات بتضاف إلى شخصية، نعم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أحسن أوقات لما يجي يسمعونا يعني السيدات كلمة رجال فبياخدوا جنبي شويتين يعني، لكن الرجولة لا ده صفات ما نتكلم يعني. على مواقف للنساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان ما تتفهمش الأمور غلط، ويقولوا أن الإسلام مش عايز المرأة وبيحارب المرأة، الكلام ده كله مفاهيم مغلوطة، مفاهيم خاطئة بست بسبب نظام أو بسبب أفكار هدامة لمجتمعاتنا، ثم بعد ذلك انتشرت فصدق الناس بأن الإسلام يحارب المرأة، علما بأن الإسلام هو الذي كرم المرأة، هو الذي أعطى المرأة حقها، الإسلام هو الذي جعل من رفيدة رضي الله عنها وارضاها التي كانت تمرض سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه وتعد أول ممرضة في الإسلام، الإسلام جعل امرأة كنسيبة بنت كعب الأنصارية تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتترس عليه بجسدها حتى أنها أخذت الأسهم مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي دي المرأة؟ هي السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاها التي كانت تعلف الفرس لزوجها، هي عائشة رضي الله عنها وارضاها التي حفظت القرآن وكانت رضي الله عنها وارضاها عالمة تعلم على أيديها كثير من أهل العلم وكانت تقضي في قضايا مهمة للأمة. هي سيدة خديجة التي كانت عضد خديجة يعني بيعضد النبي عليه الصلاة والسلام. خديجة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سند
ومساندة. يعني كان أول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها قال لعائشة رضي الله عنها وارضاها: والله يا عائشة ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها، ورزقني الله منها الولد. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا أفضل من هذه الأوصاف للسيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها. يبقى المرأة ما تزعلش لما نقول إن المرأة مكانة بس، ماشي؟ فاحنا بنتكلم على الاخلاقيه. تكريما لهذه السيده الفاضله ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها في حياتها، رضي الله، وكان يكرم اصدقائها بعد وفاتها، نعم، ولا يتقبل اي كلمه في حق بها خديجه رضي الله عنها من قريب، نعم، او من بعيد في حق سيده خديجه. نرجع تاني لموضوعنا وهو الهدف الاساسي من هذا اللقاء، وهو بناء النهضه المصريه. نعم. وبناء النهضه المصريه ينبني اساسا على بناء الاخلاق. نتكلم بصراحة عشان الناس تسمعنا إلى حد كبير. هناك شقين: شق الدولة بحيث يكون فيه ثواب وعقاب، من أخطأ يعاقب، والشق الثاني وشق الأدبي، شق المجتمع. نعم. المجتمع عندما يجد فلان فبيعاقبه أدبيا المخطئ. نعم. هذا فلان المخطئ يعاقب فلانة، دي سلوكاتها مش كويسة بتعاقب أدبيا. نعم. أدبيا يعني ننبذها، ممكن بالمقاطعة، نتجنبها جانبا. نعم. ولكن ما يحدث في المجتمع حاليا يخالف ده. نعم. بالعكس، نساند المسيء، واذا بنا نحارب المحسن. حاجه غريبه يعني. نعم. القران الكريم لم يترك لنا شيء، قال الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، عشان نريح نفسنا. موضوع ان الدوله تكون في ايديها الثواب والعقاب، نرجع كده لسوره الكهف مع سيدنا ذو القرنين، لما قالوا بعض الناس وقالوا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، قال: اما من ظلم، ادي اسلوب العقاب، اما من ظلم الا هيخطئ، اما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يرد الى ربه فيحاسب حسابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. اللي يعمل خطا يعاقب، واللي يعمل صواب اذا به يكافئ. يكافأ. هو ده طبيعه المجتمع، وهو ده اللي بنقوله في الدساتير التشريعيه اللي بنتكلم عليها، الدساتير الإلهية: ثواب وعقاب، جنة ونار، وعد وعيد، تخويف أو ترهيب وترغيب. الأساليب اللي احنا بنتكلم عليها في أن المجتمع ككل الآن لن يردعه قول الله عز وجل. ولذلك يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو النورين، يقول: إن الله لا يزع بالسيف والسلطان ما لم يزع بالقرآن. يبقى معنى كده إذا كانت الناس مش خايفة من ربنا، يبقى لازم يبقى فيه يد حاكمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما تولى أمر الخلافة، الناس خافت وقالوا: كيف يتولى علينا عمر وهو شديد يعني قوي؟ سيدنا عمر وصلوا الخبر فصعد على المنبر حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، بلغني أنكم تخافون من شدتي، خايفين إن أنا أتولى عليكم أمر من الشدة اللي أنا فيها. قال: ألم تكن هذه شدة في الحق؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. على طول صح، أيوة أنت شديد في الحق. فقال: اللهم زدني شدة. مدام فين؟ في الحق. إنما النهاردة نسيب الأمور مبهوقة وعملين نطبطب على الناس، وهذا الشديد ما ينفعش. قال إيه؟ رضي الله عنه أصابت امرأة وأخطأ عمر رضي الله عنه وارضاه، لأنهم كانوا راجعين للحق. الحجاج أبو يوسف الثقفي بالرغم من اللي احنا بنقول عنه، كان وقافا عند الحق، وكان وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى. احنا بنقول عايزين النهاردة الشدة التي تقود وتدير المجتمع، مش الشدة اللي كنا بنشوفها الأول اللي بتضيع حقوق، عايزين شدة تعطي الحق. عمر بن الخطاب بالرغم من شدته دخل عليه راجل اسمه أبو مريم الحنفي رضي الله عنه وارضاه. مين أبو مريم الحنفي دول؟ أبو مريم الحنفي ده قاتل سيدنا زيد ابن الخطاب أخو سيدنا عمر، قتله في يوم اليمامة في حديقة بتسمى حديقة الموت. فلما دخل سيدنا أبو مريم الحنفي بعد أن أسلم واشترك في إحدى الغزوات، جاء لكي يأخذ نصيبه من عمر بن الخطاب. أول ما دخل فقال: وهذا أبو مريم الحنفي يا أمير المؤمنين. سيدنا عمر قال: أأنت أبو مريم الحنفي؟ قال: بلى. قال: أأنت قاتل زيد؟ أنت لا تلت أخويا وجاي تاخد دم مني وجاي تاخد مني. سيدنا أبو مريم الحنفي عرف أن عمر بن الخطاب وقف عند الحق، فقال: يا أمير المؤمنين، وهل هذا يمنعني حقي عندك؟ اللي انت بتقوله ده يمنعني الحق ان انا اجي اطالبه دلوقتي؟ يا امير المؤمنين، احمد الله تبارك وتعالى
أن أكرم أخاك على يدي، يعني أنا موتته فصار شهيدا، وكنت أنا يومها على الكفر وكنت يومها مشرك، ولم يهن الله على يديه. فلو كان قتلوا زيد بن الخطاب كان مات أبو مريم الحنفي إيه؟ كافر، كافر ومشرك. يبقى احمد الله يا أمير المؤمنين أن أكرم أخاك على يدي ولم يهني على يديه. ولكن يا أمير المؤمنين إن لي حقا عندك. قال أبا مريم والله لقد روعناك، يعني أنا خوفتك، باين عليه لما شخطت فيك خوفتك، فأعطوه حقه وأعطوه من مال عمر بن الخطاب كذا. ليه؟ عشان إيه؟ علشان يرد للراجل هبته. الأمر الثاني بنقول بقى المجتمع، مش احنا بنقول الدولة وعمالين نقول الدولة الدولة الدولة. طب الدولة وضعت قوانين ما حدش بيحترمها. تعال بص حضرتك وانت ماشي، ثلاث صفوف عربيات والطريق يشيل اربع عربيات بالظبط، ثلاثة ركنين وطريق وعربية واحدة اللي ماشية. هي دي اخلاقيات؟ هم وضعوا قانون بس احنا اللي ما عملناش بيه. هو النهاردة لما ينزل ضابط ولا عسكري علشان ينظم ويقف قصاد منه انسان سفيه من رويبضه الناس، لا اخلاق له ولا فهم له ولا علم له ولا كرامه له، ويتطاول على ضابط علشان بينظم لنا المرور، هل دي اخلاقيات؟ النهارده لما نجد الشغل البلطجه اللي في الشوارع والواقفين على النواصي، لما نلاقي شارعين مفتوحين والشارعين ده يعمل فرح هنا وده يعمل فرح هنا وده يتقفل وده يتقفل ونقفل شارع كامل، هل دي اخلاقيات؟ هتقول لي القوانين ولا تقول احنا؟ يبقى انا زي ما بتكلم على الحكومات التي وضعت هذه القوانين تتابع هذه القوانين في تنفيذها، ولكن يجب على الفرد، أنا اللي بنفذ القانون، أنا الوقف عند كتاب الله جل وعلا. انظر إلى السيرة النبوية، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان سيدنا معز بن مالك أو المرأة الغامدية كل منهم قد زنى، ولكن جاء كل واحد منهم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال يا رسول الله إني قد فعلت كذا فطهرني. أنا جاي هو أنا اللي عايز ايه؟ عايز تطبق عليه شرع ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نتكلم بالصح، نبدأ من الفرد، انا كفرد كيف يكون قوامي؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديث جميل جدا جدا وربما ننزله على الواقع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل منكم على ثغر من ثغور الإسلام، يعني كل منكم واقف على فتحة من فتحات الإسلام، كل واحد منكم واقف على طريق من طريق الإسلام، كل منكم على ثغر من ثغور الإسلام، فإياكم أن يؤتى الإسلام من ثغره. يعني خلي بالك، أنا لو ماشي النهارده في الشارع وأسأت، طب ما أنا بسيء لكل الإسلاميين، بسيء لكل المتدينين، بسيء لكل الإخوة الملتزمين، أنا أعمل حسابي إني ورا مني. طب أنا لو طلعت، يعني رجاء جارودي أسلم وقال والله لقد أسلمت قبل أن أرى المسلمين، هو بيقول كده، يقول لقد أسلمت قبل أن أرى المسلمين، ولكن يطلع كاتب تاني أسلم برضه، هو أمريكي، أمريكي الأصل، يقول والله لقد أسلمت قبل أن أرى المسلمين، فوجدت في بلادنا إسلاما بلا مسلمين وعندكم مسلمين بلا إسلام. الكلمة دي تقطع فينا إحنا كمسلمين، إيه اللي وصلنا لهذه الطريقة؟ كيف نربي هذا الفرد؟ الفرد عاوز إن هو ينشر دين الله سبحانه وتعالى بالأخلاقيات. إحنا يمكن الفتوحات الإسلامية اللي عندنا، هنقول فتح بلاد فارس وفتح العراق، يعني كانت الحرب مع الفرس ومع الروم في بلاد الشام، ولكن تعال شوف بقية البلاد التي فتحت، فتحت بالتجارة، فتحت بالمعاملات الإسلامية، فتحت بالكلمة الطيبة، بالكلمة الحسنة اللي إحنا النهاردة فقدينها. تجد النهاردة التجار في مواد مغشوشة، التجار في مواد غذائية فاسدة، التجار في مخدرات علني كده. احنا مستنين ايه تاني؟ مستنين ان احنا نقتل؟ في قتل في الشوارع، في قتل بيحصل في الشوارع النهارده، كل واحد عايز ياخد حقه بايده، وتشويه الصوره ونقول لك الحكومه ما بتعملش. طب الحكومه انا ولذلك انا برضو بلوم على الحكومه، المفروض انها تنزل، الضابط ينزل ما يقعدش في مكتبه، الضابط مش عايز يأدي واجبه. انا هضرب لحضرتك مثل بسيط جدا جدا. يوم انا بس عايز انا يعني انا حضرتك متحمس جدا، واحنا وانا متحمس معاك لهذا الكلام، ولكن عايزين اللي احنا نحط ايدينا على بعض النقاط اللي ممكن احنا نبدا من خلالها. فانا عايز ابتدي، او عايز يعني حضرتك تحكي لنا قصه سيدنا علي بن ابي طالب مع اليهودي والدرع. نعم، لان كان سيدنا علي هو امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه. نعم، وكيف احتكم؟ نعم، وكيف كان القانون؟ نعم، كيف كان القانون؟ نعم نعم، فنحكي هذه القصه. نعم، ثم نتحدث عن الواجب على السلطات التنفيذيه تحديدا. نعم، ما المطلوب سواء كان شرطة أو غير شرطة، ثم المواطنين عشان تكتمل المنظومة. نعم، هو حضرتك لو حبينا نتكلم على سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه في قصته مع اليهودي، علي بن أبي طالب في هذه اللحظة هو أمير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، ولكن أمام القضاء هو فرد
من أفراد أمة الإسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا القاعدة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. أهو أدي البداية، هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا لفاطمة أن تسرق رضي الله عنها وارضاه، ولكن الرسول بيقول لك أنا هو من بيتي، أنا أول واحد ينفذ هذا القانون. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه حينما تولى أمر المسلمين في أول خطبة ليه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، القوي فيكم ضعيفا عندي حتى أخذ منه الحق، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. هي دي المبدأ اللي عندنا اللي احنا بنضع عليها إيه؟ أسس الإسلام. سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بالرغم مقولة استعارها دكتور محمد مرسي في خطابه في ميدان التحرير. نعم تمام. نعم، ودي أمانة في رقبته، وإحنا لغاية النهاردة بنقولها له: سنطيعك نحن أيضا إذا أطعت الله، وإذا لم تطع الله سنخرج عليك. وهذه علانية ليس فيها، يعني إحنا بنقول دلوقتي إحنا عايزين تبقى الأمة فيها حريات، بس حرية بأدب، ليس فيها تطاول، ليس فيها إساءة لشخص الرئيس، ولا أننا نجرح فيه ولا نسيء إليه ولا نبين عوراته، كل دوت خطأ. فسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه حينما سرقت منه الدرع، هذه الدرع أصلا كانت بتاعت سيدنا علي، وتخيل إنها كانت مهر السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها، فسيدنا علي عمره ما هيتوه عنها، وعمره ما حد هيعمل فيها أي حاجة يغير شكلها ولا بتاع، وهتخفى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ولكن اليهودي إذا به قال حينما وقف في مجلس القضاء وإذا بسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه رفع الشكوى، أو زي ما بنقول النهاردة الدعوة، إلى شريح القاضي، وكان قاضي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فلما دخل سيدنا علي بن أبي طالب إذا بسيدنا شريح، أول حاجة قال له إيه؟ قال: اجلس يا أمير المؤمنين، أو اجلس يا أبا الحسنين، قال اجلس أبا الحسنين. ودخل اليهودي فناداه باسمه، فسيدنا علي اعترض، أول اعتراض في المحاكمة اللي هتعقد. بيكلم مين؟ بيكلم القاضي أمير المؤمنين. أيوة، القاضي يكلم أمير الحاكم. نعم، الحاكم بيكلم أمير المؤمنين، فبيعترض، بيقدم اعتراض لليهودي مش لنفسه، فقال: يا شريح لقد أخطأت حيث كنيتني وناديته باسمه. شوف أول حاجة، أنت بتقول لي يا أبا الحسنين وبتنادي اليهودي بإيه؟ باسمه، وده ما ينصحش، المفروض كنتني تكنيه، نادتني باسمي تناديه باسم. إنما الفواصل الطبقية اللي كانت موجودة، الوزير لو سرق نقول إيه شخصية مش عارف إيه، ولو سرق واحد زي ولا يقام عليه الحد، أيوة، يخش السجن، والعياذ بالله. فسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، سيدنا شريح بيقول له: يا أمير المؤمنين، هل معك من شهود بأن هذه الدرع درعك؟ قال: نعم معي، معايا شهود. قال: من؟ قال: الحسن والحسين سيدا شباب الجنة، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل الحسن والحسين هيكذبوا أو هيشهدوا شهادة زور؟ مش ممكن، ده تربية النبي عليه الصلاة والسلام وتربية علي وتربية فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يخرج بيت زي كده، انظر القاضي يقول إيه. قال: أنت تعلم يا أمير المؤمنين بأن شهادة الولد لا تجوز لوالده، اللي والده الحسن والحسين على عينه وعلى رأسنا، ودول من آل البيت، من أحبهما فقد أحب رسول الله، ومن أبغضهما فقد أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في الموقف ده لشهادة، ولكن شهادة الولد لأبيه لا تجوز أمام من حاكم، والقانون حتى بيعمل كده. طب تعالى بقى كده، سيدنا علي ما معهوش إلا هم. طب شريح القاضي قال له: هل معك من غيرهما؟ ما تجيب لنا اتنين تاني بقى، ما طلعش بره. الراجل يقول لك شاهد بفلوس ويديك الكرنيه على بره، ويقول لك كده شاهد زور شاهد زور، ووقف قدام المحكمه، سبحان الله. فشوف سيدنا علي قال: والله ليس معي غيرهما، هما دولت الشهود. قال: اذن يا امير المؤمنين لا نقبل بشهادتهما، مش هنقبل بشهادتهما، وانا لا نحكم بان الدرع لليهودي وليست لك. الدرع اللي بقت لمين؟ لليهودي. واخذها شريح القاضي وسلمها لمين؟ لليهودي. تعجب اليهودي، راح حطتها تاني في مكانها. قال: عجبا لأمركما، انتوا هو ده دينكم؟ عجبا لأمركما، أيشكوني أمير المؤمنين لقاضيه ويحكم قاضيه لي؟ أهذا هو دينكم؟ هو ده دينكم؟ هي دي أخلاقياتكم؟ فقال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ودخل اليهودي. شوف سيدنا علي ما نكمل عمل إيه. سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، سيدنا علي حول القضية
لما لقى الراجل دخل في الإسلام باقتناعه الكامل بخلق من هذه الأخلاقات، خلق العدالة في المحكمة، قالوا إيه؟ فقال علي بن أبي طالب بعد ما الراجل اليهودي قال له إيه؟ وقال يا أمير المؤمنين هذه الدرع درعك فهي لك. سيدنا علي قال له إيه؟ قال أما أنك قد أسلمت فهي هدية لك. سبحان الله. إن الله ينصر الدولة العادلة نعم. وإن كانت كافرة نعم. ولا ينصر الدولة الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة نعم. فهذا هو النبراس وهذا الحال. الأول الحدث السادس طبعا الضباط الداخلية وغير الداخلية كل القيادات الأمنية المفروض أنه إحنا نطلب منهم أن هم يبتدوا عملهم بإيجابية أكتر نعم. بتفاعل أكتر. الدعوة ليهم ماذا تقول؟ أولا يقول الله سبحانه وتعالى وتلك القرى أهلكم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ابدأ اشتغلوا بس مش على النظام القديم. الشعب بيحبهم، الشعب فعلا محتاج في هذه الفترة. هم ظنين بأن الشعب عدو لهم، لا، الشعب كان عدو لنظام كابت على نفسه، وكنت أنتوا الأداة. نغير أسلوب ده، نغير الأسلوب نفسه في الأداة نفسها. إننا إزاي لما ينزل ضابط النهاردة بيبقى واقف في كمين ولا بتاع ولا واقف في شارع ويجي واحد معد عليه ويدي إزازة عصير، ما هيش رشوة إنما عشان شهر رمضان مثلا. هي دي مش أخلاق؟ لما نجد أن ضابط بيعمل وإحنا نقف، كنا لجان شعبية بنقف معاهم ونسير الطرق ونقول منزلوا وإحنا معاكم ما فيش فيها مشكلة، ولكن بشرط أن ما تظلموش تاني. اللي حصل ده كله بتظلم، اللي حصل ده كله بسبب سوء المعاملة التي وجدها الشعب من هذا النظام. الشعب لن يرجع مرة أخرى إلى الظلم ولن يرضى به، ولذلك بدأت أن تكون أخلاقياتنا أخلاقيات إسلامية. دكتور غريب، في فترة ثورة يناير اللي كانت فيها اتحرق كثير من أقسام الشرطة ومراكز الشرطة، هناك أقسام أكثر ومراكز الشرطة أكثر لم تمس نعم. واللي كان بيحميها وضبطها وناسها بشرط اللي انت قايل عليه انه كان رجل عادل، فكان موجود في مكانه قال لهم قبل ما تدخلوا، اعرف حاجات كتيرة جدا نعم. بهذا الشكل، قبل ما تدخلوا فاقتلوني انا قبل ما حد يمس الاسم بتاعي بطوبة واحدة نعم. سابوا المكان وتحركوا لان كان هناك رجل حق، فالحق هو الذي يحميهم وليس دون ذلك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل الحق هو إقامة الدولة الإسلامية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى، وقال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نحن نتعامل بميزان العدالة المطلقة، هذه العدالة بنحاول نحققها، إنما العدالة المطلقة لله عز وجل. إحنا النهاردة بنحاول نحقق العدالة في المعاملة، في التعامل ما بيننا وبين بعض. النهاردة لما أجد ضابط النهاردة بيعمل وبيؤدي عمله لله عز وجل، أنا غصب عني لازم أعمل إيه؟ أقف جنبه وسنده طبعا. إنما لما أجد النظام السابق اللي كان بيتعامل بيجيب البلطجية وبتاع المخدرات ويديهم نواصي ويخليهم يروحوا يتجروا ويقفوا علشان يجيبوا له قضايا، هل ده يبقى عادل؟ لا طبعا. يبقى ده ما ينفعش. إن لما تجد إن السجون التي دخل فيها كثير جدا جدا من المعتقلين السياسيين بلا ذنب وبلا سية وعاشوا في المعتقلات سنوات عدة لم تحرر لهم محاضر ولم تعقد لهم محاكم ولم يحصلوا حتى على أحكام قضائية بالسجن، هل ده كان يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ هو بالمناسبة يعني الدكتور محمد مرسي كان تم قبض عليه قبل 25 يناير نعم. طب ماز بدون قضية. الله يفتح. كان في ده مش هو. لا لا يعني نسينا من الرئيس يعني. نحن لا نجمل الرئيس. لا 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 أنا بقصد مثل أيوة تاريخه معروف. أنا بتكلم على الموجودين بقالهم 17-18 سنة في المعتقلات، كان قضيتهم إيه؟ ولا حاجة. القضية ما يعني ما عملوش حاجة من الأصل. نرجع للقرآن يقول لك إيه؟ قال الله تبارك وتعالى الذين. أنا بشكرك على فكرة بس على حاجة، اللي إحنا دلوقتي المبالغة في المجاملة هي غير مطلوبة نعم. فحتى إن كان المثل اللي احنا قلناه خاص بالرئيس وانت رفضت حتى المبالغة في المجاملة فأنا بشكرك عليه. لا جزاك الله. ليه؟ عشان جميل. عشان بعض الناس في اللي قاعد الجمهور متنوع هيجي يقول لك ده احنا بنمدح في الرئيس. احنا مش بنمدح في الرئيس. الرئيس تمام. عمله كرئيس للجمهورية هو خادم لجميع شعب مصر تمام. وده اللي لازم يفهمه الجميع. ارجع بس عشان موضوع الشعب وهي هي قضيتنا في الاخلاقيات هو الشعب. بعد إذنك في كلمتين نقول لهم نصيحة لهذا الشعب حتى نرتقي بأخلاقياتهم ونرتقي مستوى الأمن والعدالة في المجتمع. نعم. أقول للشعب ولكل فرد في الشعب اعلم بأن هذه الدولة هي ملك لك قبل رئيس الجمهورية. الدولة ملك لكل فرد في الدولة
وليست ملك لرئيس الجمهورية، لابد أن نخاف عليها وأن ننهض بها وأن نعمل على رفعتها وأن نعمل على إعادة أخلاقياتنا التي كنا نتغنى بها من قبل. تمام. دكتور غريب سليم، دكتوراه في إدارة الأعمال والدعاية الإسلامية، أشكرك جدا. شكرا لزميلي. وأخد منك آخر كلمتين. بلدنا إخوانا دي بلدنا إحنا، مش بلد حد تاني. إحنا اللي هنبنيها، إحنا اللي هنرتقي بيها، إحنا اللي هنعلى بيها. لو ما عملناش ده مش هتبقى بلدنا. الجيل اللي جاي بعد كده زي ما يعني وجد سلبيات في الأجيال السابقة، هيجد أيضا سلبيات في الجيل الحالي، وهيلوم لوم كبير جدا أنه هو لم يحقق له هذا المستقبل وهذه الأخلاقيات الحميدة. الحد الأدنى من الأخلاقيات لابد أن نحن نرتقي، خاصة نحن مجتمع متدين ولدينا الحد الأدنى وأكثر بكثير نستطيع أن نبني عليه. نتمنى من قبل ما تقفل حضرتك، بس أنا عايز كلمة. حضرتك ذكرتني أن احنا في بداية الثورة لما أقمنا اللجان الشعبية كنت عامل شعار رفعناه يومها في مسجد الشهداء عند الحاج حافظ سلامة، قلت بلدنا هنحميها. نعم، قلت بلدنا هنحميها ومش هنفرط أبدا فيها. حميناها، وقفنا قدام محلاتنا وبيوتنا، حمينا تجارتنا، حمينا أولادنا، المسلم مع المسيحي، الجار مع جاره. عمرنا ما شفنا ديت غير بعد الانفلات اللي حصل وبدأت تظهر أمور غير أخلاقية. فأنا ياريت نعيد الشعار دوت، بلدنا إن شاء الله تعالى بنحميها وبنبنيها ومش هنفرط أبدا فيها، ولا يمكن نفرط فيها بإذن الله، وإن شاء الله نبنيها بإيدينا يعني. وبنسبة اللي احنا في السويس، وانا تكلمت عن الشيخ حافظ سلامة ربنا يديله الصحة وطولة العمر، احنا معنا تقرير من محافظة السويس حول